السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نتعلم طريقة لحتى نفتح هاتف آيفون 4. هذا 4 جي اس ام. تمام، هذا الموبايل مقفول على الأبل اي دي. خلينا نشوف. تمام، مثل ما كنتم شايفين هذا الموبايل مقفول على حساب الابل اي دي. طيب كمان مثل ما كنتم شايفين على الكمبيوتر انه مقفول على حساب اكتيفيشن لوك. طيب طريقة فتحه كتير سهلة وبسيطة، ما فيها اي تعقيد، عن طريق مجموعة من الادوات رح نستخدمها ولنحن نفتحه. طيب اول شيء شو لازم نعمل هون؟ اول شيء رح نطفي الموبايل. هلا رح نروح على الكمبيوتر قبل ما يطفي، نفتح الأدوات، شغل برنامج SSH.jar. تمام، عم بيلنا البرنامج connect a device in DFU mode. طيب كيف بنوصل الجهاز على DFU mode؟ نكبس زر الباور مع زر الهوم مع بعض. اول شيء راح نكبس زر الباور لمده 3 ثواني ليطلع شعار ابل هون، بعدين نكبس زر الهوم مو. تمام، زر الهوم بس يختفي شعار ابل من فله الباور. لاحظ على الكمبيوتر انه اتصل الجهاز. هلا حاليا هذا الجهاز صار على دي اف يو مود، نتركه ما عاد لنا شغل فيه وبنشتغل على الكمبيوتر. ما كنتم شايفين هذا البرنامج بلش يشتغل. تمام، طلع لي لوجن روت والباسورد البين. طيب رح نفتح البرنامج الثاني اللي هو WinSCB. طيب رح اكتب له هون لوكال هوست والبورت 2022، يوزر نيم روت والباسورد البين لوجن. تمام، فتح عنا البرنامج. رح نفتح التيرمينال، هي الإشارة، هي أيقونة أو كنترول زائد تي، نكبس أوكي. رح نكبس هون نكتب mount dot sh enter أو execute. تمام، رح يطلع لي هون إنه mounting. رح نغلق هاي كلوز. إذا ما زبطت معك من أول محاولة جرب مرة ثانية، سكرها ورد افتحها واكتب mount.sh. طيب رح نروح لهون، نكبس هون، نروح على الروت هاي، رح نفوت على mnt1، بعدين application، بعدين ندور على شيء اسمه setup.app. هذا هو setup.app، كليك يمين نعمل له ديليت. اوكي، تمام مش الحال، انحذف هذا، حنسكر هذا البرنامج. اوكي، ونسكر هذا البرنامج ما عاد لنا شغل فيه. نيجي على الموبايل،
رح نعمل زر الهوم وزر الباور مع بعض، ننتظر شوي. تمام، طفى الجهاز، فلتون. حاليا الموبايل فات على الريكفري مود، كيف بنخليه يطلع من هذا الوضع؟ ننتقل للكمبيوتر، نفتح البرنامج الثاني او الثالث، صرنا هذا اسمه الثاني. بس نحدد هذا الجهاز ونقول له exit recovery. تمام، عاد تشغيل الموبايل، بسكر هذا وخلصنا. هيك بيكون فتح الموبايل. فينا نقيمه من الوصلة. ننتظر ليقلع الموبايل. طبعا شباب، رابط الأدوات موجودة بالوصف للفيديو. لا تنسوا تتابعوني على صفحتي مدمن سوري على الفيسبوك. تمام، ما كنت شايفين الجهاز فتح معنا بدون أي مشاكل. افتح على اي كلاود ونلاقي انه ما عندي اي حساب، والواي فاي شغال، انا الشبكة ما شغالة عندي، الشبكة ما شغالة عندي لأنه بده جمرك الموبايل ما له جمرك. شكرا لكم وللمشاهدة، ولا تنسى تعجب بالفيديو وتعمل لي اشتراك بالقناة لحتى استمر بنشر الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.